ندى عماد. نعم ندى عماد. غادة. ندى. كنت طبعا اول مره اروح مسرح مع المستر. التجربه كانت فريده فعلا وفظيعه. هو بغض النظر عن المسرح، المستر نفسه كان بيسهل لنا المنهج بطريقه فظيعه، اللي هو مش النحو بس، نحو ونصوص وبلاغه وكل حاجه. طبعا انت روحتي مسرحيه ايه؟ انا روحت تياتر مصر وقواعد العشق الاجنبي. يعني انت اكيد عندك تخيل عن المسرح وناس اللي بتروح المسرح، لما روحتي بقى كان ايه الفرق ما بين اللي في خيالك واللي على الواقع؟ هو اولا اكتشفت ان مش لازم كل المسرحيات تبقى كوميديه على طول. ساعه ما روحت مسرحيه قواعد العشق الاربعون، يعني انا استفدت منها اكتر كتير من ان انا اضحك فيها او كده. استغربت كمان من ان هي باللغه العربيه الفصحى، بس كانت جميله. يعني ما تخيلتيش انه حاجه باللغه العربيه الفصحى ما تبقاش ممله يعني. هي بالفعل كانت جميله، مع انها باللغه العربيه الفصحى ما فيهاش ضحك كتير، يعني هي كانت هادفه اكتر. وتياترو مصر كانت فظيعه، والممثلين اللي فيها يعني المستر دايما كان بيخلينا نتصور معاهم بعدها. واسطه مستر محمد ده واصل المستر يعني ده في ناس بتروح وتقعد طول الوقت تحاول تتصور ما بتعرفش. ايوه. طيب مديره المدرسه